المرة سنتحول إلى صعيد مصر مع مراسلنا من مدينة قنا ومحافظة قنا أحمد الأفيون الذي ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة ليسلط الضوء في هذه الجولة عن أبرز المشروعات وتحديدا مشروعات محطات الشرب والصرف الصحي الجديدة والتي دخلت الخدمة مؤخرا. تفضل أحمد. نعم أحمد، تحياتي لك وتحياتي للسادة المشاهدين. بالفعل أحمد كما ذكرت أتواجد في محافظة قنا وبالتحديد من داخل محطة مياه شرب الصالحية بمدينة قنا، أحد أهم المشروعات التنموية الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة قنا، والتي شهدت أعمال تطوير وإضافات جديدة، وذلك لزيادة القدرة الإنتاجية والطاقة الإنتاجية لهذه المحطة، بالإضافة إلى توسعات جديدة أخرى في محطات مياه جديدة بقرى مدن محافظة قنا خلال العام الحالي 2020. لعل أبرز هذه المحطات هي محطة مياه مدينة دشنة بطاقة إجمالية 800 لتر لكل ثانية. أحمد، حجم الاستثمارات هنا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا يعني قدرت خلال المرحلة الأخيرة بنحو 7 مليارات جنيه. للمزيد من التفاصيل أحمد دعني أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة المهندس علاء بكري رئيس قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا. مهندس علاء، في البداية برحب بحضرتك، يعني لو تطلعني عن أهم مشروعات الصرف الصحي التي شهدتها محافظة قنا خلال الفترة الأخيرة وخاصة خلال هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، زي ما حضرتك عارف محافظة قنا من المحافظات الطولية، تعداد السكان بتاعها تقريبا في حدود 3 مليون و3 من 10. احنا عندنا 109 محطة مية، محطات المية بتخدم المحافظة كلها. عندنا بننتج تقريبا في حدود 650 ألف متر مكعب يوم على مستوى المحافظة. بتظهر عندنا بعض المشاكل في ساعات الذروة في فصل الصيف، ده بالنسبة لمياه الشرب. أما بالنسبة لقطاع الصرف الصحي، فبصراحة الفترة الأخيرة بيشهد قطاع الصرف الصحي طفرة كبيرة جدا، لأن احنا بنشتغل حاليا في كتير من المشروعات زي مدينة قنا وزي شمال قرى شمال مركز قنا وزي بعض القرى في مركز أبو تشت وبعض القرى في مركز قوس. باشمهندس علاء، يعني يمكن محافظة قنا واحدة من ضمن محافظات جنوب الصعيد التي شملها برنامج التنمية المحلية تنمية جنوب الصعيد والممول من البنك الدولي بقيمة تقديرية تقدر ب 500 مليون دولار لمحافظتي قنا وسوهاج. يعني لو تحدثني عن يعني قطاع مياه الشرب والصرف الصحي فيما يتعلق بمشروعات البنك الدولي هنا في محافظة قنا. هو فعلا مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر هتعمل لنا طفرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. احنا عندنا على بخصوص مية الشرب عندنا في حدود كان 10 مشاريع كنا شغالين فيهم، 9 تم الانتهاء منهم، احلال وتجديد شبكات مياه في مركز ابو تشت تقريبا في حدود 105 كيلو متر، وفي احلال وتجديد شبكات في مركز فرشوط في حدود 40 كيلو متر، بجانب بعض الربط ما بين الشبكات في قرى مركز دشنة ومركز نجع حمادي، بجانب في محطة جاري الإنشاء فيها، دول تم الانتهاء من 9 مشاريع. وعندنا في محطة مياه حجازة بحري 120 لتر ثانية، دي هتخدم أهالينا في قرية حجازة جبلي وحجازة بحري إن شاء الله، ده بخصوص مياه الشرب. الاستثمارات توصل في قطاع مياه الشرب حاليا الجارية في حدود 155 مليون جنيه. كمان في مشروعين تاني احنا حاليا طرحناهم، محطة مياه شرب البطحة وأبو عموري نجع حمادي ومحطة رفع الكرنك، ودول برضو من ضمن برنامج التنمية المحلية، وكل ده علشان نرفع مستوى خدمة مياه الشرب في محافظة قنا. أما بالنسبة للصرف الصحي، طبعا الاستثمارات بيبقى حجمها أكبر في قطاع الصرف الصحي. احنا عندنا بالنسبة للصرف الصحي اشتغلنا الأول بداية في قرى شمال مركز قنا، كان معنا محطة معالجة الأشراف البحرية 29 ألف متر مكعب يوم، ودي هتخدم قرى شمال مركز قنا بالكامل. جاري الانتهاء حاليا من قرية الجنوية، شبكات انحدار وخط طارد ومحطة رفع. برضو معانا كان 3 قرى شغالين فيهم في مركز أبو تشت ضمن برنامج التنمية المحلية، عندنا قرية بخانس وقرية الشقيفي وقرية الحسينات، وعندنا في مركز قوس برضو في قرية العليقات. احنا حاليا اجمالي المشروعات اللي احنا شغالين فيها حوالي 7 مشروعات بتقريبا قيمة اجمالية 567 مليون جنيه، دي من برنامج التنمية المحلية. حاليا تم الترسية لعدد 3 مشروعات بقيمة تقريبية 300 مليون جنيه، وفي كمان في الطرح طرحنا قرية المخادمة ضمن قرى شمال مركز قنا. فحجم الاستثمارات في الصرف الصحي حجم كبير إن شاء الله، بإذن الله هنحاول نغطي أكبر قدر ممكن من القرى في محافظة قنا.
بنت عليها يمكن ونحن الان نتحدث في محافظه قنا، وهي يعني محافظه في جنوب صعيد مصر يعني بها العديد من القرى الاكثر فقرا واكثر احتياجا. لو تحدثني عن دور الشركه في تنميه هذه القرى في ظل البرنامج الرئاسي حياه كريمه لدخول مياه الشرب والصرف الصحي في تلك القرى. هو فعلا برنامج حياة كريمة كان ليه دور كبير معانا وفي تنمية القرى وخاصة مياه الشرب، لأن احنا في اشتغلنا في قرى حياة كريمة على 12 قرية، 5 قرى في مركز أبو تشت، قريتين في مركز فرشوط، و5 قرى في مركز دشنة. كان أهم حاجة بالنسبة لنا اللي هو مد الشبكات للمناطق والشوارع اللي هي محرومة من مياه الشرب. يعني مش معقول في 2020 وبعض المناطق ما فيهاش مية شرب، لذلك احنا كان البرنامج الرئاسي حياة كريمة اشتغلنا على مد تدعيم للمناطق ديت بالوصلات المنزلية في حدود 20 مليون جنيه. اشتغلنا في الخمس قرى بتاعت أبو تشت تقريبا في حدود 30 كيلو متر نفذناهم مد تدعيم للشبكات. اشتغلنا في مركز دشنة 5 قرى في حدود برضو 17 كيلو متر، واشتغلنا في مركز فرشوط قريتين تقريبا في حدود 6 كيلو متر تم تنفيذهم مد تدعيم بالوصلات المنزلية بتاعتهم، وده كله في إطار ان احنا نوصل مياه الشرب وتبقى حياة كريمة لكل القرى في محافظة قنا. يعني ونحن نتحدث الآن عن حجم استثمارات تعدت 7 مليارات جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة قنا، ماذا عن الخطة المستقبلية التي تتجهدها قطاع الشرب مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة قنا خلال الفترة القادمة؟ الخطة المستقبلية في عندنا الخطة الاستثمارية وفي برضو مكمل معنا برنامج التنمية المحلية إن شاء الله. الخطة المستقبلية احنا عندنا في مركز أبو تشت في توسعات محطة الندم والحمران من 600 ل 1200 لتر ثانية. في عندنا اللي كانت دخلت الخدمة محطة بخانس 400 لتر ثانية، وإن شاء الله هي كلها توسع توصل ل 800 لتر ثانية لخدمة قرى مركز فرشوط، بجانب ان احنا شغالين في محطة حجازة بحر 120 لتر ثانية، بجانب ان في محطة في الرحمنية لقرى شرق النيل في مركز نجح حمادي، كمان دخلت معانا الخدمة محطة الزهانات 25 لتر ثانية، دي برضو أحد المشروعات اللي تم افتتاحها وتشغيلها لخدمة أهلنا في قرى مركز دشنة. في مجموعة كبيرة من المحطات إن شاء الله لخدمة قرى مركز دشنة، وكمان مشروعات الصرف الصحي اللي إن شاء الله هتوصل وترتقي بالمواطن القنائي إن شاء الله في محافظة قنا. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. إذن أحمد كان هذا هو لقاؤنا مع المهندس علاء بكري رئيس قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة قنا حول أهم الإنجازات التي تحققت بالفعل على أرض الواقع في محافظة قنا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا. وعودة إليك أحمد مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك أحمد الأفيوني مراسلنا على الهواء مباشرة من محافظة قنا مسلطا الضوء عن أبرز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. أشكرك شكرا جزيلا.